ديمبلي يغرق وبرشلونة يرمي طوق النجاة. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. بس خلونا في البداية ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. تحطمت سفينة العروض المتاحة على طاولة الفرنسي عثمان ديمبلي ليجد جناح برشلونة نفسه غريقا في بحر الميركاتو، ولا يجد أمامه سوى طوق نجاة واحد من فريقه الأسباني. ديمبلي ماطل برشلونة كثيرا من أجل الإمساك بالقلم والتوقيع على عقد جديد مع الإدارة بدلا من العقد الذي سيصل لحظة النهاية في غضون يومين فقط، ليسحب برشلونة العرض الذي كان متاحا على طاولة اللاعب منذ ديسمبر الماضي ويقدم له عرضا جديدا بمردود مادي أقل. وكانت الرغبة من أندية أخرى في جلب اللاعب تقوي قلبه وتجعل وكيل أعماله موسى سيسكو يتجاهل التفاوض مع برشلونة، لكن سرعان ما ابتعد الجميع عن ديمبلي وكان آخر المهتمين بجلب اللاعب تشيلسي الإنجليزي. اتفاق تشيلسي مع ليدز يونايتد على التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا سيعني تعقيد الأمور على صفقة ديمبلي وتشيلسي، مع العلم أن الصفقة لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن. لكن مصادر موثوقة في الصحافة البريطانية أكدت على موافقة ليدز على عرض البلوز. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.